الكتاب اللي عايزه اكلمكم عنه النهارده اترشح لي من وقت صدوره وما قراتوش لحد من اسبوعين بس تقريبا، والحقيقه ندمانه جدا اني ما قراتوش من مده. نوفيلا اسمها يلتهم نفسه بدائا قدمي للكاتب الاردني عبد الله الزيود، تالي نطق صح. الروايه دي بتنتمي لصنف كتابه مش موجود قوي في الادب العربي اسمه الهايبر فيكشن، نوع كتابه بيجعل كل منطق او كل حدث في متن الرواية او في احداث الرواية بيشير لحدث تاني او منطق تاني في الرواية نفسها في لير اعمق شوية. احيانا برضو بيسموها self-referential، بحيث انه مثلا لو عندنا لغز في بداية الرواية نفضل نتتبعه طول الرواية، ولما نوصل للاخر للاجابة نلاقيها معتمدة اساسا على اللغز نفسه، اللغز والاجابة معتمدين على بعض بشكل كبير. الناس اللي قرأت روايات زي لو ان مسافر في ليلة شتاء بتاعت كالفينو او بيل فاير نار باهته بتاعت نابوكوف اللي انا لسه مخلصه قراءتها هيفهموا اللي انا اقصده. ومقدمه الكتاب نفسه تعتبر حدث من ضمن احداث الكتاب، والحقيقه حدث مفجع. بتبدا الاحداث او بتبدا المقدمه بانه في يوم كذا في سنه كذا اصطدمت سياره دايهاتسو، سياره نقل دايهاتسو، فقد السواق السيطرة عليها لانه كان نازل من على منحدر فمعرفش يتحكم قوي في السرعة وفي الفرامل، فقام داخل في مخزن صغير. المخزن الصغير ده كان بطاقته فيه عائلة صغيرة، فأدى لمقتل الأم فورا أمام ابنها الصغير. هوب بتبدأ الرواية ونلاقي نفسنا أمام بطلنا اللي هو روائي بيقابل صديقه غريب الأطوار، وبعدين بيتكلموا عن الرواية والكتابة والأحداث والرواة وإزاي إنه منطق الحياة نفسه، الحياة مش الحياة الروائية بس، دايما متداخل ومتشابك، ومفيش حاجة اسمها كده خط واحد سالك واضح للجميع. وحتى لو ده موجود أو بيتهيأ لنا إنه موجود في سياقاتنا الفردية، فحتى الخطوط دي بتبقى متداخلة مع بعضها في السياقات العامة أو الجمعية. يعني مثلا الفيديو ده حدث في يومي انا في تصويره وتجهيز له، ولكن الفرج عليه حدث في حياة حد تاني، وانا وانتو والفيديو ده كلنا على بعض مجرد حدث جانبي في حياة انستجرام، وانستجرام هو حدث في حياة العالم كله، وهكذا. وهذا التداخل او التشابك اللانهائي هو بالضبط الكتاب ده، من اول العنوان يلتهم نفسه بادئا بقدميه والغلاف اللي انا شايفاه عبقري ولحد اخر سطر في الكتاب. للتبسيط وعشان ما احرقش الاحداث، عندنا حدثين او خطين رئيسيين للاحداث. الخط الاول هو الروائي اللي بيقابل صديقه ده في القهوة او في الكافيه، بيتكلموا عن الكتابة، وصديقه بيقول له انا عندي ليك فكرة رواية عبقرية، خدها اهي اكتبها زي ما تكتبها وانهيها زي ما تنهيها. طب ايه القصة دي؟ البلوت بتاع الحادثة اللي احنا بدأنا بيها، عربية دايهاتسو اللي دخلت قتلت الست امام ابنها الصغير. والخط الثاني للأحداث هو صحفي رايح يعمل لقاء مع روائي مهم ومرموق ومحبوب وواسع الانتشار، ولكنه شخص غامض ومنعزل وغريب الأطوار، بيضحك وبيعيط وبيمثل وبيقابل الروائي ده، بيقابل الصحفي ده في سياق غريب قوي، يعني مش الشكل العادي بتاع واحد رايح يعمل انترفيو مع مؤلف. هنا طبعا هنلاقي نفسنا بنطرح سؤال، طب هل الروائي ده الغريب ده اللي هو اسمه الازرق، هل الرجل ده هو الروائي صاحبنا بتاع النص الاولاني من الكتاب؟ الحقيقه طبعا ده مش سؤال ليا ان انا اجاوب عليه، ولكن اللي ممكن اقوله لكم ان انا اقول لكم شويه اسئله كمان النوفيلا بتستدرجنا ليها، زي ما هي العلاقه بين الكاتب او الروائي وشخصياته، الشخصيات اللي هو من غيرهم ولا حاجة، ما عندوش كتاب nothing على رأي دنيا سمير غانم، ولكن في نفس الوقت ايه هي درجة الاستخدام او الاستباحة اللي الروائي ممكن يمارسها على ابطاله بدون ما تتحول العلاقة بشكل ديالكتيكي، وعذروني اني اقولكوا ديالكتيكي كده في وسط الكلام، العلاقة ما بين سيد ماستر سادي وعبيد ما لهمش اي تحكم في مصائرهم، ما عندهمش اي نوع من انواع الحريه. احنا هنا بنتكلم على شخصيات الروايه، ولكن حتى شخصيات الروايه محتاجه قدر من الحريه علشان تخلي الاحداث يعني تتفتح وتتربط، مش هينفع ابقى متحكم فيها لاخر تنتوفه كده.
او ايه هي درجة التحكم اللي ممكنة وازاي ده بيأثر على الرواية اللي بعد كده بيجي المتلقي او القارئ اللي زي وزي حضراتكم نقراها. الذكي في النوفيلا دي بقى ان دي مش اسئلة بتطرح من خلال حوار الشخصيات مع بعض، مع انه الشخصيات طول الوقت بتتكلم، يعني الحوار يعتبر جزء كبير جدا من النوفيلا دي على الاقل بالنسبة لحجمها، ولكن زيود جعل البناء نفسه بتاع الرواية والاحداث نفسها بتحدث التأثير ده او بتطرح او بتشاور من بعيد على الاسئلة دي. الروش بقى الجامد بقى في الموضوع انه حتى بعد قراءة الرواية وحتى بعد الانتهاء ولقينا عندنا اسئلة كده، مش زي الكتب العادية هترجع مثلا للفصل مش عارفة 4 السطر الخامس فلاقي الاجابة، لا، البحث عن الاجابات بيضطر القارئ يمكن قراءة العمل كله تاني علشان يغير الطريقة اللي كان بيقرأ بيها فيمكن يلاقي اجابة ما، ولكن حتى الاجابة ما دي ممكن تطرح اسئلة تانية وهكذا بشكل لا نهائي. self referential حقيقي عمل ذكي جدا، انا استمتعت جدا بقراءته، ما كنتش متخيلة ان هو هيكون عامل زي كده، وانا اكتشفت ان في ناس بترشحه لبعض باعتباره مانيفستو ازاي تكتب ريفيو لرواية او ازاي تكتب ريفيو لكتاب، وان كنت برا انه ده يعني تبسيط مخل بالنوفيلا الجميلة دي. اخر حاجة، النوفيلا دي حجمها خادع جدا، هي حجمها صغير خالص وبتدي احساس ان هي هتبقى قراية سريعة في وسط اليوم، ولكنها علشان واحد في رأيي الواحد يستمتع بيها كويس محتاج يقراها بتمهل، يعني ما تبقاش انه ده هي هتخلص في ساعة فخلصها في ساعة، لا، ناخد وقتنا كده ونعيد ونزيد معاها، ويا سلام لو نقدر نقراها اكتر من مرة، بتهيألي هيطلع منها حاجات مختلفة. واخيرا وليس اخيرا، النوفيلا موجودة على ابجد، رفيق حياتي المتميز اللي انا من غيره ولا حاجة، فتقدروا تروح تعملوها داونلود على طول دلوقتي وتقروها، وياريت تكتبوا في الكومنتس هنا او في الريفيوز بتاعت ابجد اذا انتوا حبيتوا رواية او النوفيلا او محبتوهاش او ليه. فيها اقتباسات كمان كتير قوي لذيذة، الناس اللي بتحب تاخد اقتباسات وتهايلايت وبتاع هيستمتعوا بيها. وبس كده، شكرا.